لم يتبقى من غرفة إدارة مدرسة النصر المركزية في النجف سوى بقايا هذا الحطام والرماد المتناثر في أطرافها بعد أن أقدم أحد طلابها فجرا على إضرام النار فيها غضبا على عدم دخوله نظام الاختبار النهائي الوزاري للصف السادس الإعدادي. حارس خابرنا قال المدرسة احترقت، فمن جينا لقينا غرفة المدير احترق الأثاث مالها القنفات، وعندنا المراوح والسبلكس داخل الغرفة هم كذلك محروق، غرفة الكاتب السبلكس واحد زائدا بعض مكتبة بها ضابير للطلاب المتخرجين. أنا أرجح أن يكون طالب، لأنه لو كان من الخارج وجاء للمدرسة لغرض السرقة، السرقة شنو السرقة؟ هو قص جامع أو حرق لقنفة. حالة من الصدمة والاستياء عاشتها الكوادر التربوية في النجف بعد هذه الحادثة التي قالوا إنها تمثل خرقا لا يقل خطره عن الإرهاب، وهو ما يعرقل وفق رأيهم سير العملية التعليمية داعين إلى إجراءات صارمة لمنع تكرارها. كان أكو عمل مشين يضرب بالمؤسسة التربوية التعليمية اللي كانت النصر النموذج الأول على المدارس الحكومية، حتى على المدارس الأهلية المشعبة، أنه المدرسة الحكومية الأهلية بانضباطها بالتزامها. الاعتداء على المؤسسات التربوية هو خطر حقيقي، ينذر بخطر حقيقي، لأنه إحنا إذا هددنا هذا الصرح العلمي لن نستطيع أن ننتج معرفة للمجتمع، ولذلك الأساس الصروح العلمي هي أساس التربية والتعليم. وعلى الرغم من عدم التوصل إلى الطالب الفاعل لغاية إعداد هذا التقرير، إلا أن مديرية تربية النجف أشارت إلى استمرار التحقيقات التي بيّنت أن الحادثة كان بفعل فاعل وفق قولها. ويعتبر تربويون أن استهداف الكوادر التربوية ومؤسساتها تمثل سبيقة خطيرة تهدد العملية التربوية والتعليمية في النجف برمتها، تحتاج إلى وقفة جادة لمنع تكرارها في المستقبل. من داخل إعدادية النصر المركزية في محافظة النجف، محمد رزاق، التغيير.